شارك سعادة النائب ممدوح عباس الصالح عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع والذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة. وخلال مناقشة اللجنة مستجدات الترتيب لعقد ندوة حماية القيم المجتمعية في العالم، استعرض الصالح الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني لمملكة البحرين، مؤكدا أنها ساهمت في ترسيخ الهوية الوطنية الخليجية والعربية والإسلامية وقيم الولاء والانتماء والتسامح في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان. بداية شكرا على هذه الاستضافة، وكذلك حبينا نوجه تهنئة خاصة إلى سيدي جلالة الملك المعظم ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأعياد البحرين الوطنية وكذلك ذكرى عيد الجلوس لسيدي جلالة الملك وإلى شعب البحرين الوفي في هذه المناسبة العظيمة جدا علينا وعلى شعب البحرين. ونؤكد كذلك من خلال اجتماعاتنا داخل لجنة الشؤون الاجتماعية للطفل والمرأة والشباب في الكثير من الأمور اللي تم طرحها، ومن أهمها موضوع القيم الاجتماعية الموجودة والمتأصلة في الوطن العربي. وأكدنا على نقطة إعلان الفريق أول معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة في إطلاق مؤتمر بحريننا في أكتوبر الماضي لتأصيل الهوية البحرينية، وأعتقد أن اللي بيطرح في الربع الأول من 2025 في إطار توجيهات الخطاب الملك السامي لحضرة جلالة الملك المعظم في افتتاح دور الانعقاد الثالث للسلطة التشريعية من الفصل التشريعي السادس، تتضمن تنفيذ دراسة كاملة متكاملة لقياس الجاهزية في تأصيل الهوية الوطنية. احنا نحب نأكد دائما بأن دور الدبلوماسية العربية ودور الدبلوماسية البرلمانية للعمل في السلطة التشريعية دور مهم جدا، وخصوصا في المحافل الدولية الخارجية خارج مملكة البحرين. ومن هنا ومن هذا المنطلق نحب نأكد دائما على أن العمل المشترك العربي الإسلامي له قيمة ذات طابع كبير جدا.